جاءوا إلى مدينة رسول الله صلى الله عليه وآله، نعم، يطرقون تلك الأبواب، وإذا بالحسين عليه السلام ألم يجدوه عند جده رسول الله صلى الله عليه وآله، وقد سفى الغبار على تلك الأبواب. يخاطبون تلك الدار، يقلها يا لحد يا دار حسين ظلتي خلية، يا دار وين حسين وين أهل الحمي، يا دار وين حسين واخوان الصناديد، في وين فرسان الشيم ذيك الأماجيد. قالت برض مكة الشفية عيد العيد، ومن عقب ما عياد مشى للغاضري، يا وفاد عقب حسين لجون المدينة، قصدوا فيافي كربلا الحامي الضعينة، سافر وشوف طول الغيبة علينا، يمتى يعود المنزل باقي البقي. يا حسين بعدك دوركم صارت خرايب، وفادكم ليكم لفت من كل جانب، بباب المنازل يا الأخو حط الرشايب، وجولك على الميعاد يردون العطي. بوسط المنازل سمعت الوفاد وناه صوت ينادي، يا كفيل راح عنا بعدك أخوك الظفر صار النوح فنا، يجذب الون لنظر دارك خليه، وينادي ما أظن تنسانا يا سردال الحريبة، من شلت عنا أظلمت يا حسين طيبة، حزني على اللي سافر وطول الغيبة، يمتى يعود المنزل باقي البقي. إذا الجواب من خارج الدار، يا محمد احنا جينا على العادة، وحثينا الرشا سايلنا وين حسين، قال حسين الله يعود حسين واهله والغرى، الله يعود حسين لديار خلي. ألا لا تزين الدار إلا بأهلها على الدار من بعد الحسين. يا الله يا رحمن يا رحيم يا ذا الجلال والإكرام، صل على محمد وآل محمد، لا تدع لنا ذنبا إلا غفرته.